السلام عليكم اصدقائي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله بخير. طبعا اليوم راح اصور لكم حلقه هي اسمها حلقه عيد اكتوبر بالمانيا. هذا العيد هو عيد كلش معروف، عيد اكتوبر بالمانيا، وهنا يسوون سوبر ماركت كلش كبير يعني، وانا راح ابدي اصور لكم اياه. وان شاء الله يعني ما اعتقد راح يصير حلقه واحده، ونشوف اذا صار حلقه واحده فابدي اصور حلقه واحده، اذا صار اكثر فاخليه على اكثر. المهم هاي هنا نسوي بيتزا، وهاي البيتزا عبارة عن بيتزا مصنوعة باليد، يعني مو بيتزا من هاي مال السوبر ماركت. وهاي ويا جبن، هاي أكلة معروفة بألمانيا. المهم هذا عبارة عن يعني مخبز عادي. هذا ما تسوي بيتزا، محل ثاني نعارضهن، وانت بس تأشر وهو يسوي الكي تريدها. شي حلو. هنا عندك هاي همات محل ثاني، وهو هنا هذا يسوي هاي الشغلات، يسوي هاي الشغلات من المراية، من القزاز، يموع القزاز ويصنع هاي السوالف كلها. طبعا هاي بعدين تتعلق هنا بالخيوط، يعني كلش حلوة، تعلقها بباب بيت بكذا. اسعار يعني مثل الوحده هاي الصغار ب6 يورو، عندك الكبار يوصلن حتى ب50 و60 يورو، يعني غاليات مرخص بس شي حلو. شوف هذا شلون حلوات نانا حاطين، كلش حلوات كبار. هذا شيء ثاني هنا، وهو صانعهم من الخشب. طبعا هم اسعارهم مو كلش رخيصه، طبعا 30 يورو وهيك شيء، 30 و20 و25. هذا يصورون من الخشب ويرادون شغل هو، يعني يلا يصيرون حلوات ما بين شيء. طبعا ما يكلفون من اصورهم، ما ادري ليش مخابير. هذا عندك هنا الرجال هذا يصور هذني من الخرز، خرز مال مثل الشذر، يسوي من عنده هاي الشغلات. يعني شوف هاي مثلا الصورة، هاي مسويها من شذر، مصنع صورة كاملة، وهاي مثلا الصورة الكبيرة، فشي حلو. هذول هنا يبيعون ميداليات ويبيعون نظارات وكذا، يعني مو فشي مهم بس حلو، يعني يسوون عروض. هاي تبيع موطة المرة، بس اكيد هسه ماكو موطة، الجو عندنا اليوم كلش بارد. هنا عندك هذا يبيع جنط ومحفظات، وانا راح اطلع لكم بالكاميرا، طلعت لكم. المهم خلينا نشوف بعد شكو. طبعا الناس محتفله، هذا عيد اكتوبر، يسووه عيد مال بيره، الناس تشرب بيره هواي بي ما اعرف ايش، بس حلو يعني. سوبر ماركتات حلوه هواي تفتح. هذا يبيع هاي الملابس مال المراه اللي تحطن شال، يسموه الشال. هاي تبيع بي جبن وكذا وكذا وات. هذا يبيع كاكاو، يعني ما كلش مهم مات هاي السوالف. هذا عندك يسوي سوالف مال برلين، سوالف كلش حلوة، يعني سووها ببرلين. هاي يعني تشتريها هدايا ترمز البرلين. مثلا عندك هنا قلاصات مال جقاير، مثل ما تشوفون مكتوب عليهم كلهم برلين. جداحات، هذا تشترين هدايا يعني لأصدقائك، وتعطيها لصديقك وهو يكيف عليها يعني. هاي يبيع ملابس همات مكان ثاني. هذا عجبني، هذا يبيع صور، بس صورة عجيبة غريبة. يعني شوفوا هاي الصورة مالته ب250 يورو، إذا تقرون هناك مكتوب 250 يورو، 250 يعني ب300 دولار صورة. ليش ما أدري هيك غالي. هذنا طبعا الصغار ب15 يورو، مو كلش غاليات، بس الباقي كله 250، ذيك ب60 غالي. المهم هذا عندك شيء ثاني هنا، هذا يسوي هذني من الاوراق مال الشجر، يسوي هاي السوالف من اوراق مال الشجر مثل ما تشوفون. هذا يسوي من اوراق مال الشجر،
بعد ايش عندك؟ هذا المكان الثاني، الزاوية كبيرة كلش، هاي نانا يبيعون بيها كاكاو وحلويات للجهال. هاي الحلويات معروفة بالأعياد مال ألمانيا، حلويات كلش 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 هواي، أنواع أشكال وأرناب، مصنعة طبعا كلها بالإيد مثل هيج. حلويات أشكال، حلويات طبيعية. وعندك مثلا هنا هذا التفاح، هذا التفاحة مغطسيها بالكاكاو وطالع اسمها شوكولاتة أبفل، يعني أبفل يعني تفاحة بالألماني اسمها أبفل. فشي كلش عجيب، هاي مثل الموطة بس بالكاكاو، الوحدة بثلاثة أورو، مو غالي بس كله عبارة عن كاكاو طبعا. هذا هنا عندك يبيع حمات سوالف مال برلين، يعني هاي مثل هنا عندك حجارات مال جدار برلين، سيارات، عندك قلاصات، يعني هواي سوالف حلوة كلش حلوة يبيعها. وطبعا هذا السوبر ماركت هو يعني معروف، كل ما يصير هنا عيد ميلاد او شيء يسوون هذا السوبر ماركت بالمانيا. السوبر ماركت كلش حلو معروف. هذا يبيع حمات، هنا هذا ميداليات وكذا، يعني حلو ما بي شيء بس تقدر تشتري منه يعني هواي سوالف. عندك هاي هنا هذا فد شيء غريب عجيب عجيب عجيب، يعني كلش كلش عجبني. هو هنا يسوي هاي ادوات كلها. وهذا الشخص هنا يبيع مواد من صابون، صابونيه بيها الريحه كلش قويه. طبعا راح اتمنى انه راح اخلي الفيديو يصير سريع لانه ذاكره ما عندي بالموبايل. هذا يسوون اكلات المانيه، اكلات غريبه عجيبه. هذا يبيع شغلات حلوه مصنوعه من خشب، اشكال وارناب، كل الشغلات حلوه وعجيبه. هاي مثل الطبل اللي يسووه بالعراق بس هذا افريقي. طبعا هنا الاكلات اشكال وارناب، اكلات متنوعه، شنو تردوه هنا انا موجود فتشي اشكال اشكال. هنا انا عندك هاي قلت لكم بيها صورتها كلها. يلا خلينا نروح ذاك المكان الثاني، الجهه الثانيه. وهنا عندك هذا هم شيء حلو، هو هنا هذول هاي العاب مال الجهال، يعني كلش حلوه. هصور لكم اياها شويه، شوفوها كلش حلوه ان شاء الله تعجبكم. هنا طبعا قاعدين يشربون بيره جماعه، هذا مثل الديسكو مال البيره بس شوف هاي شلون حلو. هذا مثل عدنا بالعراق اعتقد، يعني مو فد شيء غريب. هنا قلت لكم الجماعة قاعدين يشربون بيرة، والبيرة يا عيني البيرة يبيع ملابس. هذا الشلال شلون حلو، شلال صناعي صانعي هنا. الجماعة محتفلين، اذا هو عيد بيرة يعني شو تريد. هذا هنا مكان مال خبز يبيع، يعني مو خبز، سندويشات سوالف سوالف حلوة. هذا يبيع هنا أدوات مال مصنوعة بالإيد كلش حلوة، كلش 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 عجبتني هاي الأدوات الصانحة. هذا رجال فتشي حلو. هنا أنا همات، يعني شغلات حلوة. هناك عندك لعبة مال الجهال راح أصور لكم إياها. طبعا هذا هيك هو بيت ضخم مسويه ويلعبون بيه الجهال، عفوا يشربون بيه ذول الجماعة بيرة. أصور لكم هاي اللعبة مال الجهال كلش كلش حلوة. هاي اللعبة يعني هسه حصلها بعد دقائق. هاي هي اللعبة، يشدون الجهال بيها
والجهال يقوم يطفرون، ومن يطفرون هسه هذا هسه راح يصعد، وراح اصور لكم يا شلون من يصعد شلون اللعبه حلوه. هاي الطفله راح تصعد ورايكم شلون راح تطفر. تطفر هي اللعبه مال تطفر هسه ما شو تسوي. هاي يعني بكل وسيله دورنا على كل وسائل حتى بس يلعبون جهالهم. وطبعا ذولا يعني اعتقد عربيه هاي الطفله. بيشغل لها اول شيء شوف شلون هاي الطفله قامت تطفر فد شيء حلو. هذا شيء كلش حلو. هاي المرة عبالها هذا ابني خطية. راح أريكم لعبة هسه. هاي اللعبة عفوا يحطون بيها فلوس ولازم يصيدون شغلات. مثلا الصراحة صار لكم هذا الرجال ده يلعبها غبي عفوا يعني، بس أنا ما ألعبها ما أحط بيها فلوس لأن هاي يعني فلوس وكذا. شوف شلون يلعبها خسر بها الأخ. هاي اللعبة هي يلعبوها حظ يا نصيب، يحط فلوس ولازم يضرب شغلة، إذا ضربها فتنزل له. مثلا حاطي لك سماعة، حاطي لك آيفون 4 آيفون 5، حاطين يعني شغلات كلش كلش غالية بس يخلوك تخسر كم فلوس يعني وما تطلعها. يعني هي هاي اللعبة، هذا دي يضرب الآيفون الرجال، اكو هناك آيفون فهو دي يضربه بس ما دي يلوحه. شوفوا هذا الأجهزة هنا حاطيهن بس هو ما يلوحه يعني ما أعرف ليش، لأنه هو هاي هي اللعبة مع كلها كذب بكذب. شوف حاطي لكم أجهزة أشكال بس شكد ما تلعب ما تربح لو تموت. هنا اكو هم ألعاب ثانية مع الجهال حاطيها. لا العفو مو مال جاي خب، هنا اكو العاب ثانيه اللي هي هذه مثلا عندك هذا الاي سكوتر مدري ايش يسموه، عندك هواي سوالف هنا لازم تلزمها. واذا لزمتها شوف شكل ايد تلزم لازم، يعني العاب يضحكون بيها على الناس حتى ياخذون من عندهم فلوس بالنسبه لي. بس شيء حلو مال العيد يقول لك ملاعب العيد سامعين بها. شوف هذا الحجي راح يلعب هنا او حتى يلزمها بس ما راح ينزلها. شوفوا ما لزمها ليش؟ لانه غبي. هنا راح يشوف بس تدفع فلوس وتاليتها ما تربح. هو هذا هنا دا يلعب بس ما دا يربح. المهم اتمنى عجبتكم حلقة اليوم. طبعا صورت لكم اليوم هذا العيد مال ألمانيا اسمه اكتوبر فيست، اللي هو عيد اكتوبر، عيد شهر اكتوبر شهر العاشر بدايته. هاي برلين هيج كانت هاي تبيع حلويات المرة. هذا كله كان بس برلين مو غير محافظة او غير مكان، فقط برلين. يلا تحياتي لكم واتمنى عجبتكم حلقة اليوم. راح اطلع لكم انا حتى اقول لكم مع السلامة بعدين اسده. يلا مع السلامة وتحياتي لكم. باي.